بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سنتناول اليوم الوحدة الرابعة، وظائف المنظمة لمادة إدارة الأعمال للصف الحادي عشر. عنوان الدرس: وظيفة التسويق. قبل بدء الدرس لابد أن نتعرف على أهدافنا لهذا اليوم. يتوقع من الطالب في نهاية الحصة أن يوضح مفهوم السعر، يعدد طرق تسعير المنتج، يوضح مفهوم الترويج، ويبين أهداف الترويج. قبل بدء الدرس نستذكر معا بعض المفاهيم التي تم شرحها مسبقا والمتعلقة بدرسنا لهذا اليوم. في الحصة السابقة تم شرح مفهوم المزيج التسويقي، والذي يعني مجموع المدخلات التي تمثل محور النظام التسويقي. وتعرفنا سابقا بأن المزيج التسويقي يتكون من أربع عناصر: العنصر الأول المنتج، والعنصر الثاني التسعير، العنصر الثالث الترويج، والعنصر الأخير هو التوزيع. وقد تم شرح العنصر الأول المنتج في الحصة السابقة، وسنقوم خلال درسنا لهذا اليوم باستكمال عنصري التسعير والترويج بإذن الله. نبدأ بالهدف الأول، أن يوضح الطالب مفهوم السعر. يعتبر السعر ثاني عنصر من عناصر المزيج التسويقي، ويعرف السعر بأنه قيمة السلعة أو الخدمة معبرا عنها في شكل نقدي يحدده البائع، وهو عبارة عن المقابل الذي يدفعه المستهلك للحصول على المنتج، سواء كان هذا المنتج سلعة أو خدمة. وبعد أن تعرفنا على مفهوم السعر، نغلق الهدف الأول من خلال الإجابة على التمرين التالي: رتب الكلمات المبعثرة لتتوصل لمفهوم السعر. بناء على ما تم دراسته سابقا، تعرفنا على أن مفهوم السعر يمثل قيمة ماذا؟ السلعة أو الخدمة، في شكل نقدي يقوم بتحديده البائع، وبذلك نكون قد توصلنا لمفهوم السعر. الهدف الثاني، أن يعدد الطالب طرق تسعير المنتج. على المنظمات عند تحديد أسعار منتجاتها أن تقوم بذلك باستخدام إحدى الطرق التالية: سيكون تسعير المنتج إما على أساس التكلفة، أو على أساس القيمة، أو على أساس المنافسة، وسنقوم بشرح كل طريقة على حدة. طرق تسعير المنتج: الطريقة الأولى التسعير على أساس التكلفة، وهي تسعير الوحدة الواحدة بسعر التكلفة للوحدة مضافا إليها نسبة الربح المرغوب من قبل البائع. التسعير على أساس القيمة، وهو تسعير المنتج أو الخدمة على أساس القيمة لا على أساس التكلفة. ومثال لذلك: فنجان القهوة قد يكلفك 2 ريال في المنزل، بينما في فندق 5 نجوم قد يتجاوز 150 ريالا. التسعير على أساس المنافسة، وفيه يتحدد السعر بحسب الطلب على السلعة في السوق، وعندما تزداد المنافسة في السوق تظهر أهمية الاعتماد على هذه السلعة. بعد أن تعرفنا على طرق تسعير المنتج، نغلق هذا الهدف من خلال التمرين التالي: عددي طرق تسعير المنتج. طرق تسعير المنتج: على أساس التكلفة، التسعير على أساس القيمة، والتسعير على أساس المنافسة. الهدف الثالث، أن يوضح الطالب مفهوم الترويج. تعود كلمة ترويج إلى الكلمة العربية روج الشيء، أي عرف به، ويعني بالترويج هو الاتصال، سواء كان هذا الاتصال مباشرا أو غير مباشر، بالمستهلك النهائي. الهدف من هذا الاتصال تعريف المستهلك بكل أصناف السلع والخدمات التي تقدمها المنظمة، وبهدف آخر لجذب انتباه المستهلك للقيام بعملية الشراء.
بعد أن تعرفنا على مفهوم الترويج، نغلق الهدف من خلال الإجابة على التمرين التالي. اذكر مفهوم الترويج. يقصد بالترويج هو عبارة عن جهود الأنشطة التسويقية لحث المستهلكين وتشجيعهم على تبني السلعة بأسلوب إقناعي يحقق أهداف المنظمة. الهدف الرابع، أن يبين الطالب أهداف الترويج. تسعى جميع المنظمات من خلال الترويج إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، منها الوعي بالمنتج من خلال تقديم معلومات للمستهلكين للتعرف على المنتج واقتنائه. 2- زيادة الطلب على المنتج وبالتالي زيادة المبيعات وزيادة الأرباح. 3- زيادة قيمة المنتج من خلال إظهار منافعه. 4- استقرار المبيعات. 5- دعم رجال البيع ووكلاء البيع. 6- تحسين صورة المنشأة أمام المستهلكين. بعد أن تعرفنا على أهداف الترويج، نجيب عن التدريب التالي. اذكر 3 نقاط من أهداف الترويج. من الممكن ذكر 1 النقاط السابق ذكرها، ولكن نكتفي ب3 نقاط، منها زيادة الطلب على المنتج وبالتالي زيادة المبيعات، زيادة قيمة المنتج من خلال إظهار منافعه، واستقرار المبيعات. تم وضع مجموعة من التمارين في صندوق الأسئلة، سنجيب عليها معا بإذن الله. نبدأ بالسؤال الأول، من أنا؟ طريقة يتم فيها تسعير المنتج بسعر يساوي تكلفة الوحدة الواحدة مضافا إليها هامش الربح. بناء على ما تم شرحه سابقا، يتبين بأن ما تم ذكره هو عبارة عن إحدى طرق التسعير، والتي يتم فيها تسعير المنتج بسعر يساوي التكلفة ويضاف إليها هامش ربح يرغب فيه البائع، وبذلك تكون الإجابة تسعير على أساس التكلفة. ننتقل للسؤال الثاني. السؤال الثاني، أي من ما يلي يعد من أهداف الترويج؟ سهولة توزيع المنتج، أم زيادة الطلب على المنتج، أم تعظيم الربح؟ وبالطبع الإجابة ستكون زيادة الطلب على المنتج. السؤال الثالث، أي عناصر المزيج التسويقي يمثل المفهوم التالي؟ هو جهود الأنشطة التسويقية التي يقوم بها رجل التسويق لحث المستهلكين وتشجيعهم على تبني السلع أو الخدمات بأسلوب إقناعي جذاب يحقق أهداف المنظمة. أي العناصر يمثل هذا التعريف؟ هل يمثل التسعير؟ أم يمثل المنتج؟ أم يمثل الترويج؟ أم يمثل التوزيع؟ بالتأكيد إجابتنا راح تكون يمثل عنصر المزيج التسويقي الترويج. السؤال الرابع، أي الطرق والتي يتم فيها تحديد السعر بحسب الطلب على السلعة في السوق؟ هل هي طريقة التسعير على أساس المنافسة، أم طريقة التسعير على أساس القيمة، أم طريقة التسعير على أساس التكلفة؟ في السؤال السابق ركز بحيث ذكر بأن السعر يحدد بحسب الطلب على السلعة في السوق، وبذلك تظهر أهمية الاعتماد عليها في حالة ازدياد المنافسة في السوق، وبالتالي تكون الإجابة طريقة تسعير على أساس المنافسة هي الإجابة الصحيحة لهذا السؤال. وبذلك نكون قد أنهينا درسنا لهذا اليوم. شكرا لحسن إصغائكم، ودمتم في حفظ الله ورعايته.